لمناقشه ابرز التطورات على الساحه الدوليه تنضم الينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور اسماعيل. مرام، نبدا من الحرب الاوكرانيه. كييف تتوقع مواجهات صعبه على جبهات القتال، ماذا تحدثيننا عن ذلك؟ نعم اسماعيل، يعني هذه التصريحات جاءت من قبل رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، الذي قال بأنه يتوقع أن يكون الوضع صعبا في نهاية أيار وبداية حزيران لهذا العام، وقال بأن الوضع سيكون صعب ولكن ليس كارثيا كما يتحدث العالم في الوقت الحالي. وجاءت هذه التصريحات ضمن مخاوف من قبل أوكرانيا ببدء روسيا بهجوم روسي كبير قد تشنه خلال الصيف القادم. أيضا قال بأن الوضع صعب أو أن الجيش الأوكراني يمر بمرحلة حساسة نظرا لنقص الذخيرة والجنود في أوكرانيا في الجيش الأوكراني، وهذا الأمر هو الذي جعل روسيا تحقق انتصارات تكتيكية خلال المرحلة الماضية. ولكن بطبيعة الأحوال أعلنت القوات الروسية أساسا مع هذه التصريحات عن تقدم تحققه على الجبهة الشرقية. بيان وزارة الدفاع الروسية كان واضحا فيما يؤكده رئيس الاستخبارات الأوكرانية عندما قالت بأنها كبدت الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية ما يقارب 940 قتيلا في صفوف الجيش الأوكراني. أيضا قالت بأنها استطاعت السيطرة على بلدة نوفاميخالوفكا التي تقع في دونيتسك، وقبل أيام إسماعيل كان هناك تصريح بأنها استطاعت السيطرة على مدينة بوغدانوفكا أيضا التي تقع في شمال شرق بلدة تشيسوفيار التي أساسا يسعى الجيش الروسي للسيطرة عليها. وبالتالي بالفعل هناك تقدم للجيش الروسي مع هذه التصريحات التي تثير المخاوف. طيب مرام، يعني عذرا على المقاطعة، في هذه الجزئية التي ذكرتيها بعد التطورات الأخيرة الميدانية كما يقال من حيث التقارير الإعلامية لصالح روسيا، يعني وهل تخشى، إلى أي حد تخشى كييف هجوما روسيا أقوى في الصيف؟ ولكن ماذا عن الحديث عن المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف أيضا؟ نعم اسماعيل، يعني التصريحات الأوكرانية ربما باتت واضحة. إضافة إلى ذلك الشهر الماضي كان هناك تصريح لرئيس القوات البرية الأوكرانية ألكسندر بافليوك الذي قال بأن روسيا تجهز 100,000 جندي روسي على الجبهة الشرقية لبدء هجوم أوسع في ذلك المحور. أيضا رئيس الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي قال بأن روسيا بدأ أو مع تدهور الأوضاع في الجبهة الشرقية روسيا ستشن هجوم كبير واسع في الصيف. هنا ربما يمكن التساؤل، هل ستكون المساعدات الأمريكية المقدمة بقيمة 60 مليار دولار قد تغير الموازين في أرض المعارك؟ ربما أيضا الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني نوه إلى هذه النقطة وقال بأن وصول المساعدات بشكل مبكر قد يؤدي إلى توازن الوضع. لا نتحدث عن انتصارات ربما تحققها أوكرانيا باعتراف كل من كييف والجانب الغربي، إنما تحقيق التوازن والعودة إلى تعزيز الجبهة الشرقية للقوات الأوكرانية. لكن بطبيعة الأحوال إسماعيل، التحليلات الغربية تشير إلى أن نقص الذخيرة هي ليست المشكلة الأكبر بالنسبة لكييف، إنما نقص الجنود وعدم القدرة على تجنيد المزيد من العسكريين هي المشكلة الأكبر التي يمكن أن تواجه أوكرانيا في الصيف المقبل، والتي يمكن أن تحد من هجوم أو من صد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، يعني رئيس بولندا يؤكد استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها اليوم، كيف تقرأ هذه التصريحات؟
نعم إسماعيل، يعني ربما أن بولندا تطلق مثل هذه التحذيرات والحديث عن المشاركة النووية لحلف الناتو على أراضيها ليست في المرة الأولى. أيضا كان هناك في خريف 2022 الحديث عن مثل هذه النية البولندية إن صح التعبير. اليوم رئيس بولندا أندري دودا يقول بأن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية في حال أراد حلفاؤنا تعزيز الجبهة الشرقية لحدوده مع روسيا. أيضا قال بأن الخطوات التي تقوم بها روسيا هي من دفعت بولندا للقيام بهذه الخطوة من خلال نشر أسلحة نووية على الحدود البيلاروسية التي تشترك مع بولندا بحدود طويلة. أيضا من خلال تعزيز التواجد العسكري في الجيب أو الخاصرة الرخوة بالنسبة لأوروبا في كالينغراد، كون أنها تعتبر من الأراضي الروسية. وبالتالي هذه الخطوات الروسية هي ما دفعت بولندا والرئيس دودا للتصريح على مثل هذه الخطوات والقيام باستعداد بلاده بنشر أسلحة نووية. أيضا كانت هذه التصريحات قد سبقتها زيارة الرئيس البولندي إلى الولايات المتحدة قبل أيام، كان في مقر الأمم المتحدة وعقد عدة لقاءات على هذا المستوى، أيضا مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وأيضا في آذار الماضي آذار مارس كان هناك له لقاء مع الرئيس جو بايدن للحديث عن مثل هذه الخطوات وعملية الردع الروسي على الحدود البولندية، وخاصة مع التقدم الذي تحققه روسيا على الأراضي الأوكرانية. طيب مقابل يعني مرام، مقابل هذه التصريحات البولندية، هناك يعني روسيا تلوح بتدابير في حال نشر أسلحة أمريكية نووية في البلاد، ما الذي يمكن أن تقدم عليه روسيا في حال تمت يعني نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا؟ صحيح إسماعيل، يعني هذا ما تحدث عنه الرئيس أو المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عندما قال بأنه في حال اتخذت روسيا بولندا هذه الخطوة فسنقوم بإجراءات أمنية سريعة لضمان سلامة أراضينا. وقال بأن المحللين العسكريين سيدرسون كافة الإجراءات التي يمكن من خلالها الرد على هذه الخطوة البولندية. لكن بتصريح أعمق وأخطر ومتشائم أكثر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف في اجتماع له عبر الفيديو حول الحد من انتشار الأسلحة النووية، كان هناك له تصريح يقول فيه بأن هناك مخاطر استراتيجية جدية على صعيد اتساع الحظر النووي والخطر النووي. وقال بأن روسيا حاولت الالتزام بمعاهدة الحد والحظر من انتشار الأسلحة النووية، لكن يبدو أن الولايات المتحدة وحلفائها يسعون إلى تدمير روسيا وخسارتها على المستوى الاستراتيجي، وهذا الأمر لن يحصل لأن روسيا تقوم بتدابير مضادة لهذه التصريحات. أيضا زخارفا قالت بأن انتشار الأسلحة النووية على الأراضي البولندية يعني أن هناك أهدافا باتت مشروعة لروسيا على الأراضي البولندية، وهذا ما يزيد خطر المواجهة المباشرة، مؤكدة أن بولندا بهذه الخطوات تحاول لفت الأنظار غير مدركة للخطر الذي تلحقه وارسو بأراضيها. وبالتالي هناك تهديد مباشر بالبدء بمواجهة مباشرة وعدم وضع حلف الناتو وروسيا بالحرب بالوكالة على الأراضي الأوكرانية، وإنما توسع هذه الحرب للوصول إلى حرب استراتيجية، طبعا مع نسيان القادة جميعهم سواء الروس أو الأوروبيين الخطر الذي كان عاشه العالم في أثناء الصواريخ الكوبية والاحتمال الذي نعم. كان قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. واليوم العالم يواجه المخاطر نفسها وسط هذه التهديدات والتصريحات لكلا الطرفين. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا أيضا إلى بريطانيا وملف المهاجرين، بعد تصريحات ريشي سوناك البرلمان البريطاني يقول قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل المهاجرين إلى رواندا، في أي إطار يعني يأتي إقرار مثل هذا القانون؟
نعم إسماعيل، يعني هذا القانون تعمل عليه الحكومة البريطانية منذ قرابة عامين، وهو يحق من خلال هذا القانون للحكومة البريطانية ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الأراضي البريطانية بطرق غير شرعية إلى دولة ثالثة آمنة. هنا اقترح طبعا ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أن تكون رواندا الدولة الأفريقية هي الدولة الثالثة في هذا الطرف، وترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى تلك الدولة. طبعا كان هناك انتقادات كبيرة وجهت إلى هذا القانون، وتعرض إلى ردع من قبل المحكمة العليا البريطانية إضافة إلى المجلس البرلمان البريطاني، لكن في الساعات الأخيرة تم إقرار هذا المشروع مع موافقة المجلس أو البرلمان البريطاني بشقيه، شق مجلس اللوردات ومجلس العموم، وسيتم العمل على تنفيذه مع توقيع الملك البريطاني على هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ. هنا ريشي سوناك قال بأن بلاده ملتزمة بتنفيذ هذا القانون مهما حدث، وأنه بدأ فعلا تجهيز المطارات والطائرات المستأجرة لترحيل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأفريقية في دولة رواندا، وأول دفعة ستكون عبارة عن 300 مهاجر، وسط الحديث عن أرقام هائلة ستقوم الحكومة البريطانية بدفعها، ما يقارب 2 مليون جنيه استرليني لكل مهاجر على في ضمن هذا القانون. وبالتالي هنا ربما قد تواجه صعوبات مالية الحكومة البريطانية في تنفيذ هذا القانون، وخاصة أن ريشي سوناك يتعهد بالالتزام به على مدار الصيف وحتى الانتهاء من إرسال القوارب غير الشرعية على الأراضي البريطانية. هذا القانون طبعا يعتبر قانون منافي لحقوق الإنسان حسب المحكمة العليا البريطانية، ولكن مع توقيع الملك البريطاني للقانون فسيتم التنفيذ والعمل به وسط انتقادات كبيرة موجهة إليه. أيضا إسماعيل يمكن أن نضيف أن هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تواجه القانون، سواء في عدم تسليم المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم إلى الحكومة البريطانية ووضع أنفسهم تحت التعامل الشرعي مع الحكومة البريطانية، أيضا هناك احتمال عدم النظر إلى المحاربين سواء الواصلين من أفغانستان أو إيران الذين وقفوا مع الجيش البريطاني واعتبارهم أيضا كمهاجرين غير شرعيين، وهذا الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان. أيضا كان هناك انتقادات لرئيس رواندا الذي يعتبر أحد الرؤساء الدكتاتوريين في قمع المعارضة وحرية التعبير، وبالتالي إرسال هؤلاء المهاجرين إلى هذه الدولة يعتبر غير آمنا بالنسبة لحقوقهم، وخاصة أن الاتفاقية تندرج لمدة 5 سنوات فقط في حال منذ وصول المهاجرين على الأراضي الأوغندية والرواندية، وبالتالي يمكن فيما بعد أن يرحلوا إلى بلادهم الأصلية تحت الضغوط التي يعانيها هؤلاء المهاجرين. تفضل إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمسي جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.